قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضاي لأن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابعة للقوات المسلحة شرق مدينة الزرقاء. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات. وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه لم تقع أي إصابات في الحادث.